ماجدة ظابطة، أنا دائما ما كيعجبنيش هذا السؤال لأنه ما كنعرفش نهضر على راسي، ولكن غنقوله باختصار. ماجدة ظابطة من مواليد مدينة القنيطرة، أعتز بقنيطريتي وبحلالة الجميلة كباقي القنيطريين. بديت في المسرح في سنة 98، من ثم مشيت للتلفزيون عبر مسلسل شجرة الزاوية، ومن مسلسل لمسلسل عمل عمل والقائمة طويلة، وحتى وصلت لهذا المشوار الفني ليومنا هذا. البداية الحقيقية، البداية الحقيقية كانت في المدرسة في أنشطة وطنية، مناسبات أعياد اللي كانت كتحتفل بهم المدرسة. فبقى كنعقل، ممكن تذكري اسم المدرسة؟ كنت في مدرسة بنو طفيل، ومن بنو طفيل كنت في إعدادية بنو خلدون. هذا هما اللي كنأكد عليهم، لأن تما فين كانت الاكتشاف الحقيقي ديالي. وكذلك كان أستاذ المادة الفرنسية اللي هو الأستاذ عبد الكريم الدرقاوي، اللي كان كيدير معنا بعض المسرحيات وهذا، وليه الشكر أكيد. فمن تما كنت مشيت لواحد الفرقة ديال الطرب الأندلسي والملحون، كنا كنديرو الطرب الأندلسي والملحون، كنتعلمو كيفاش نغنيو وبزاف ديال الحويجات. حتى واحد النهار في سنة 98 كان حفل التخرج، كان البحث ديال التخرج ديال نعيمة الهيلوفي، خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، واللي كان كيقوم بالإخراج ديال البحث ديالها الأستاذ يوسف الساسي، حتى هو كان خريج المعهد. فاشتغلت معها في هذاك العمل ومع يوسف، لانه هو اللي كان المكتشف الاول ديالي بالنسبه للمسرح وبالنسبه للمشوار ديالي كبدايه حقيقيه. من ثم مشيت لمسلسل شجره الزاويه مع المخرج محمد منخار. شوف، انا دائما كنهضر على شجره الزاويه كانه اليوم. علاش؟ لان مازال كنخرج في الزنقه، رغم الاعمال اللي قمت بها، في بزاف ديال الاعمال قمت بهم والناس تعرفت عليا فيها اكثر واكثر، ولكن هذاك المسلسل بالضبط هو اللي فتح لي المجال انني ننتشر بواحد الطريقه، ولو انني ماشي بسرعه، ولكن على الاقل كناخذ في كل عمل كناخذ فيه حقي. فبالتالي كان الفضل الكبير لهذا المسلسل هذا، لانه لابس دور مركب نوعا ما، وهذاك الدور ما كانش سهل، وكانت هذيك كاول مره كنتعامل مع الكاميرا. فبالتالي كان لي الشرف الكبير انني نشتغل مع تله من الفنانين الكبار، مثل المرحوم عز موهوب الله يرحمه ووليه برحمته، المرحومه حبيبه مدكوري، الحاجه فاطمه الركراكي الله يشافيها، كان حمادي التونسي، كان عبد الله ديدان، كان مجموعه ديال الفنانين والفنانات اللي مشاركين في هذا المسلسل. فبقى اليومين هذا كنخرج والناس كتعيط لي الضاويه، يعني مازال لحد الساعات يقول لي فينا حميزه وغني لينا، باقي حافظين هذيك الاغنيه اللي غنيتها. فهذا كيخلي دائما نهضر على هذا المسلسل كانه اليوم ماشي في 2002. انا كممثله بون حاليا انا انتمي لفرقه المشهد المسرحي، ولكن دائما كنبقى فريلانس نلعب مع اي فرقه اخرى. من اهم العروض اللي قدمتها اكيد انني غادي نفتخر بالعمل العربي اللي قدمته سنه 2013 مع الديوان الوطني للثقافه والاعلام الجزائري مع الاستاذ احمد الرزاق. كانت معنا ممثله من تونس وممثله من مصر. هذاك العمل
هذاك هو اللي حببني اكثر واكثر واكثر في المسرح، لان انا كنت كنشتغل في المسرح بشكل متقطع، ولكن هذاك العمل اللي هو هن والرجال قليل هو اللي رجعني للمسرح بواحد الشكل، خلاني نبغي راسي على خشبه المسرح. لان كيف كتعرف انت ملي كتكون في شي بلاد وكدير واحد لا تورني جوله بهذاك العمل المسرحي وانت ما عندكش جمهور كيعرفك كمجدة زابطة، لان انت كتعرف في المغرب ولكن في الجزائر انت غير معروف. فمين كتمشي وكتسالي العرض وكتلقى والمروكية الجمهور كيهتف والمروكية والمروكية ولالا ميمونة وهذا، دونك كتقول انا درت شي حاجة زوينة، دونك عندي جمهور كيبغيني ولو جمهور جزائري، والحمد لله هذا كيبشر بالخير. بدليل ان حتى في الصفحة ديالي على السوشيال ميديا فيسبوك كتلقى ملي كندير شي لايف كيطلعوا عندي بزاف ديال الجزائريين تيقولوا حنا من المتتبعين ديالك وراك كنتي عندنا وكنا كنشوفوك وحضرنا لك العمل المسرحي، دونك هذا مفخره بالنسبه ليا. كذلك افتخر بالعمل ديال الحقره الكاتبه والمبدعه بديعه الراديو من اخراج محمد الزيات، وهي لفرقه المشهد المسرحي. اكيد كنفتخر لان النص كان جميل، الاخراج زوين، كان بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين بحكم ان هذا العمل هذا شاركت فيه بزاف ديال المهرجانات، درنا به جوله سواء داخل المغرب او خارج المغرب. فكنت كنشوف دائما ملي كنسالي العرض انا من الناس اللي ما تنبغيش مثلا اللي يجي يقول لي تبارك الله عليك وكنتي واعره ولا غزاله ولا داكشي كامل كنعرفوه. كيعجبني ان شي حد يجي ينتقدني يقول لي فوالا لو كان كنتي تزيدي هادي ولا كون كان ديري هادي، هذاك هو الشخص اللي انا كيحمقني. بالعكس انا ما تنتقلقش، ودائما في اي عرض كنت كنعرض كنمشي مثلا كنشوف شي حد اللي كنعرفو كيشوف العرض لاول مره كنمشي نسولو تنقول له ما تقوليش تبارك الله عليك وداكشي يعني ولا روتيني، قول لي شنو هي الحاجه اللي مثلا خاصني نغيرها او خاصني نغير من اللعب ديالي او من هادي او من هادي او من هادي. فبالتالي كنت كناخذ اكيد نصائح وكنت كنوظفهم في العرض اللي كيجي من بعد منه، وغدا ورغم ذلك غدا كنشتغل عليه اكثر واكثر. باش تكون ناجح كيخصك دائما تتعلم. انا كنامن بانه ما كيكفيش ان حيت انا عندي تجربه وعندي خبره سافره انا وصلت ولا انا سافره راني ناجحه، لا بالعكس خصك دائما تقول انا مازال كنتعلم. الفن هو اخلاق اولا، لان باش كتقول انا فنان وناجح الناس خاصها تقولها لك، خاص تحسك بها، تكون متربي متخلق كتحترم وتحترم، لان الا ما احترمتيش راسك وذاتك ما يحترموكش الناس. خاص تكون متواضع، خاصك دائما فاش كتمشي تشتغل في اي عمل فانت تلميذ عند ذاك المخرج، خاصك تتعلم منه وتعلم حتى من الفنانين اللي تيكونوا معاك اللي هما فايتينك في الخبره وفي التجربه، تكون كتسمع مزيان. هذا هو سر النجاح عند اي فنان. اما الى جيت انا غادي نفهم مثلا على المخرج، ممكن انا نتناقش معاه بشكل ودي حبي انه لا واش يعني نلعبها بهذه الطريقه ولا هذا، وكتعمق في النقاش اللي تيقوي من هذاك من كيقوي وكيغني هذاك العمل او هذاك النقاش في حد ذاته باش انكم كتزيدوا القدام. ولكن الا كنت انا مثلا غادي نجي ونقول لا ما خصنيش نلعبها هكا، انا ماشي مخرجه اصلا، انا ممثله ولا ديريكسيون داكتور كتجي من عند المخرج ما كتجيش من عند المخرج نفسه. ميمكنلوش هو حيت سي فغي حنا كنشتغلوا باحساس، وداك السيناريو اللي تنقراو خصنا نحسوا به، خصنا يدخل لينا الجمجمه ديالتنا، خصنا نتعمقوا فيه باش يمكننا اننا نجسدوا هذاك الدور. وفي نفس الوقت كيخصنا نسمعوا لبعضياتنا، لان حتى النصائح ديال مثلا انا كنت كنخدم
في مسلسل القلب المجروح، وجا عندي الاستاذ محمد خوي، هو فنان كبير كما كتعرفوه، بلاكس نصحني في بعض الحويجات، سمعت لي وخديتهم وضفتهم عادي جدا، بلاكس وكنوا له كل الحب والاحترام، ومزيان ان يكونوا عندنا ممثلين بهذا القامه هذه، وانهم تنصحوا الفنانين اللي هما جداد واللي هما طالعين. بوحديتها ما كافياش، لان الهوايه خاصها الموهبه، والموهبه خاصها تسقل. بعض المرات كاين كنلقاو شباب وشابات، حتى انا كنت منهم اللي كانت عندي الموهبه واشتغلت في عده اعمال، وفي 2009 درت لي كور فلورون ورشات في لي كور فلورون، مع كانت دايرين واحد الكونفونسيون مع سونتر كولتوريل، باردون، مع سونتر سينماتوغرافيك ماروكان، ومشيت شاركت فيه في جوج ديال الدورات. لقيت راسي كنتعلم اكثر بزاف ديال الحوايج اللي كانوا خافين عليا انا كماجدة ظابطة، اللي كانت عندي تجربة يعني مجموعة ديال المسلسلات ومجموعة ديال الافلام، لقيت راسي عاد كنتعلم شي حوايج جدادين. فهذا ماشي عيب، انه حتى انه الا ما صادفتش الظروف الشباب ديالنا انهم يقراو في المعاهد المختصة، انه كاينين دورات تكوينية ديال السينما ولا ديال المسرح، يمشيو يشاركوا فيهم وكيتعلموا. بالعكس، الجديد ديالي هو مسلسل نوارا اللي كيدوز كل يوم اثنين على القناة الأولى، كذلك عندي فيلم سينمائي اللي غادي نبدا التصوير ديالو ان شاء الله قريبا، وعندي جوج الأعمال المسرحية اللي هي ثنائي، وعمل آخر اللي هو فيه تقريبا حنا شي ربعة ديال الفنانين. ما كافيش المركب الثقافي، كي خصنا مسارح تكون عندنا في مدينة القنيطرة. لما كنهضر على مسارح غنرجعو للطفولة ديالي، كانت عندنا سينما بالاس، سينما اتحاد، كان الرياض، كان فانتازيو، كان بالاس، كان اطلس، كان تاناغرا، كنا كنمشيو كنشاهدوا عروض مسرحيه، سواء ما شفتهاش انا كتشوفها هنا، كان عندنا مجموعه ديال العروض اللي كتجي للقنيطره، كان بزاف ديال الحوايج كانت زوينه اليبوك اللي ما بقيناش دابا كنعيشوها. انا دابا كنحلم غير تكون عندنا غير سينما ونمشي نتفرج، غير سينما ونمشي نتفرج، يعني شوف الحلم كيفاش ولا بسيط، وما قد ما شكون غادي يحقه، هو بسيط في حد ذاته، في حين انك فاش كنتي صغير كنتي مستمتع كتمشي تفرج. هنا حنا كنا في يعني في الابتدائي وكيديونا نتفرجوا في افلام ديال الاطفال في سينما الاطلس ولا في سينما الرياض ولا في بالاس، وكنا كنمشيو كانوا صبحيات. دابا فينا هو عندنا خصاص في هذا الشيء. للأسف قنيطرة مدينتي، وأفتخر بها وأفتخر الانتماء لهذه المدينة الزوينة، ولكن هي غدا كتكبر، وكنشوف العمارات وكنشوف دوك الفيلات الزوينين، كلشي بدا كيمشي لولا لا بصراحة، وكنلقى بأن في الصغر ديالي دوز بزاف الحوايج الزوينين في قنيطرة، دابا وليت غير مشهية أن نلقى شي حاجة في قنيطرة نديرها فيها، بحيث انا كنسكن فيها ما كنخرج فين غنمشي، يعني كثروا القهاوي، كثروا المطاعم، لي مول ولاو بزاف، ولكن شي حوايج اللي حنا محتاجين ليهم فينا هما؟ غير شي اماكن ترفيهيه، طبيعه غتخرج ليها، شي شجر بداو كيقطعوا ما فهمتش.
المسافة غير والله كتولي كتفكر باغي غير دير شي حاجه. كنقول شي مره غير نخرج غير نتمشى، ما كتل... اول حاجه ما عندناش الامان. انا بعدا كنعاني من الامان، ما كاينش الامان عندنا في المدينه. كتخرج خايف للتكريسه ولا خايف اللي يجي يوقف عليك شي حد ولا بصح يعني خصني نبقى غادا بالطوموبيل لهذيك البلاصه اللي غادي ننزل فيها ونهبط ونزل فيها ونطلع للطوموبيل ونمشي للدار. هذه هي حياتي ولات انا في قنيطره. بون ما كنهضرش غير قنيطره اللي فيها الاجرام وفيها هاد العابات كامل، هي راه في المغرب كامل. هذه معاناه ديال اي مغربيه او اي مغربي دابا اللي ولات عندنا هذو المشاكل اللي ما عرفتش شنو هو الحل ديالها.